بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل رز بالشيش طاووق والمكسرات، وهنعمل كمان جنبيه سلطه بطاطس، والنهارده هنعمل عصير وايت شوكليت بالمكسرات عشان الشتاء اللي احنا داخلينه ده يدفينا. تعالوا مع بعض نشوف وصفاتنا بس بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل، تعالوا بقى مع بعض نشوف اول وصفه هنعملها النهارده عباره عن ايه. عباره عن شيش طاووق زي ما انتم شايفين كده، بهارات فراخ، خل وصلصه بندق وزبيب وصنوبر وعين جمل، ثوم مفروم، زعفران ورز بسمتي. هنعمل هنا الشيش طاووق، وهسوي هنا الرز وبعد كده هبقى ألخبطهم على بعض. نحط هنا كده زيت ونتبله بالفلفل الأسود وحبة صغننين من الثوم. وفي الحلة هنا بقى نحط الزيت ونحط معاه التنوبر مع معلقة كده من الثوم، ونقلبه كويس قوي. احط كده شوية صغننين من البهارات نحط عين الجمل مع الزبيب، نحط الرز ابتدي بقى احط هنا الثوم المفروم كده مع البصل في النص، افضل اقلب كده عشان اتاكد ان الرز البسمتي اتشوح كويس قوي. انا عايز اشوحه كويس قوي. اهو الفراخ بقى انقلها الناحية التانية كده. طيب خلاص كده الرز اتشوح، هبتدي بقى احط المية واحط بقى الزعفران عشان يديله اللون الحلو ده. نبص كده بقى على السلطة بتاعتنا النهاردة عبارة عن ايه. معانا بطاطس مسلوقة وبصل اخضر متقطع شرايح، ماشي، وجزر مبشور، فصوص رمان سويت اند تشيلي، ذره، ثوم مفروم، مستارده، مايونيز، زبادي. هنحط الصوصات مع بعض وهنحط الخضار مع بعض ونقلب. فهنبتدي بالجزر، ممكن احط هنا عشان دي اكبر، ومعاه البصل كده، معاه الرمان
مع الذرة معاهم بقى ايه؟ معاهم السويت اند تشيلي. هسيب بس كده حبه صغننين هنا ماشي عشان بس ايه يتشربوا بيه عشان طعمه ما يروحش مع الحاجات دي فما نحسش بيه، انا عايزه احس بيه. طيب هنا بقى هحط ايه؟ هحط هنا السويت اند تشيلي كده وهحط معاه ثوم مفروم فص صغنن ماشي ومايونيز هنحط زبادي بس اشيل كده الميه بتاعته زبادي مهم جدا في الوصفة دي عشان لو عملناه بالمايونيز بس مش بتبقى حلوة الزبادي بيديله طعم حلو جدا وبيكسر الدسامة اللي في المايونيز فبيديله طعم حلو هو والمسترد يعني من الحاجات المهمة قوي تتحط معاهم احط بقى البطاطس بالراحة خالص وهبتدي احط ده شوية بشوية كده هنحط كده طبقة الجزر بعدين هحط وده كده في الاخر شايفين بقى منظرها عامل ازاي طبقات شايفين عاملة ازاي شكلها حلو جدا طبعا دي لما بتبقى في بوفيه كده كبير بتبقى لطيفة بس كده كده خلصنا طبق السلطة شيش طاووق بقى هبتدي احط هنا البهارات واقلبها كده كويس قوي وبعدين هعمل كده فتحه صغننه في النص احط فيها
صلصه الطماطم، مع حبه الخل دول، تعالوا بقى دلوقتي نشوف المشروب الوايت شوكليت بالمكسرات هيبقى عباره عن ايه. عباره عن لبن وسوداني ولوز وفستق، وفستق مجروش، هو ده زيت. خلاص هنعمل ايه بقى؟ هنحط هنا اللبن، بس نجيب الويسك بس عشان نقلب كويس ونسيح الشوكولاته. هنحط هنا اللبن، وهنحط هنا الشوكولاته البيضه اللي احنا اصلا مسيحينها في حمام ميه دافي، طبعا ده يتشرب الصبح بدري جدا لو احنا بنروح مدرسه كليه شغل، عشان هو تقيل قوي يعني وبيدي طاقه رهيبه. نقلب كده بس الشيش طاووق. نقلبه كده كويس قوي لحد ما احس ان الشوكولاته ساحت خالص، واقوم حاطه اللوز والسوداني والفستق. بس اول ما يغلي بقى ابتدي احطه في المج. هو شكله اصلا مغري جدا وهيعجبكم قوي المشروب ده. انا عملته قبل كده على فكرة، بس انا بعمله تاني عشان الطلب مني. طيب نشيل بقى الحاجات دي كده، هزود له انا بقى من عندي صوص شوكولاته كده، اول ما ايه ده يغلي. عايزه احط بقى الرز بالمكسرات هنا كده الاول، وبعدين اشوف ايه بقيه المرقه اللي هحطها. بس ابتدي بقى كده احط، نعمل بس الاول كده اي شكل اصلا. كده خلصنا، نمسح بس الحاجات دي. خلصنا الهوت شوكليت بالمكسرات، ده بقى يعني في اي كافيه ولا ريستوران لو طلبناه يعني هيبقى غالي جدا. شايفين هنا بقى يعني تكلفته مش غالية كده زي ما هنطلبه بره.
خلاص كده الرز استوى، نبتدي بقى نغرفه. يعني انا شايفاه ان هو وجبه متكامله ناكله جنب السلطه اللي انا عاملاها النهارده. ونفطر بقى بالوايت شوكليت بالمكسرات، يعني ده الفطار، نرجع نتغدى بقى الغدوه دي. بس بما ان بقى في فستق كده احط ايه، فستق، فستق بيبقى من الحاجات الجميله جدا مع الرز. نحط بقى كده الطبق، وكده يبقى خلصنا الوصفة التالتة معانا النهاردة. النهاردة كده عملنا ايه؟ النهاردة عملنا سلطة بطاطس بالرمان، وقدمناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعملنا كمان وايت شوكلت باللبن والمكسرات، وزوقناها بصوص الشوكولا، واخر حاجة غرفناها النهاردة وقدمناها هو رز بسمتي بالشيش طاووق والمكسرات. وما ننساش نحط صلصة الطماطم والخل في اخر خطوة. يا رب النهاردة تكون الوصفات كلها عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.